السلام عليكم طلاب. We code this is the second practical lesson about abnormal urine constituent. أخذنا بالدرس الأول البروتين والشوغر يعني الكربوهيدرات اللي هو الشوغر، وأخذنا البلاد. بهذا المختبر راح نناقش الكيتون بوديز والتو باراميترز اللي لها علاقة بالكوريستاتيك جوندس اللي هي البايل سولت أو بايل أسيد والبلوبين. طبعا اكيد هو الكونجيجيت البلوبين. هسه نبدا بالبدايه بالبلوبين والبايرال سولت. هسه راح نبدا بالاشارات اللي لها علاقه بالليفر والجول بلادر. راح نفحص عن البايرال سولت والبيجمنت. يمتى يطلع البايرال سولت والبيجمنت؟ اذا كانت افرازات مالت الليفر يعني افرازات اللي بيكمل بايرال داكت ما ممكن تطلع توصل للانتستين، انما جاي يصير بها ريجيتيشن يعني بحاله الكوريستيسيس الانسداد، سواء كان داخل الليفر انترا هيباتيك او خارج الليفر اكسترا هيباتيك. Both bilirubin and bile salt cannot pass to the intestine and they will be regurgitated into the circulation and excreted in urine. طبعا اكو فرق بين البايل سولت والبيجمنت. بايل سولت والبلوبين، شنو الفرق؟ البايل سولت هي عباره عن مركبات فائدتها ان تسوي امالسيفيكيشن للفات حتى نقدر نسوي لها absorption بالانتستين، بينما البايل بيجمنت او البلوبين هو الاند برودكت اوف هيموجلوبين ميتابوليزم يعني اوف هيم ميتابوليزم. Generally both of them are present in urine لان عادة من اكو كوريستاسيس فبوث بايل سولت وبايل بيجمنت appear in urine. However bile pigment alone may also be present. اذا قد تكون في بعض الاحيان مثلا بالسيفير هيباتوسيلولار جوندس قد يطلع لنا البايل بيجمنت اللي هو البلوبين الكونجيجيتد بلوبين باليورين وما يطلع لنا بايل سولت. التجربة الأولى راح نفحص عن وجود البايل سولت اسمها هايز سلفر باودر تيست. طبعا مطلوب منكم تحفظون أسماء التجارب. الأولى كانت بنديك تيست حتى نفحص بها عن الجلوكوز. الثانية هو هيت كوجريشن تيست عن البروتين. الثالثة هاي هي الهيز سلفر سينكينج باودر تيست أو يسمونها باودر تيست. نفحص عنها عن البايل سولت. Bile salts are important for emulsification. إذا هي وظيفتها تقلل الـ surface tension، تسوي reduction بمن بالـ surface tension. إذا بهالحالة راح يقلل الـ surface tension مالت الليبيد هاي نورمالي الموجود بالـ intestine ويقدر نسوي له بـ absorption. هنا راح نستفيد من هذا الشيء إن نشوفه هل فعلا إذا اليورين كان بـ bile salts معناها الـ surface tension راح تكون مالته كلش قليلة. فنستخدم سلف باودر. The rapid sinking of sulfur powder to the bottom of the tube indicate the presence of bile salt. إذا شنو هو اللي يثبت لي وجود البايل سولت؟ هو rapid sinking الغرق السريع as a result of reduction in the surface tension. التست بروسيجر in a wide test tube we take some urine sprinkle كلش مهمة كلمة sprinkle مو نضيفه مباشرة إضافة سريعة ما راح نشوف ال rapid sinking. أهم شيء يكون إضافتنا تكون هادئة حتى نميز إذا أكو surface tension لو ماكو surface tension يعني إذا أكو bile salt لو ماكو بايل سولت. The rapid sinking of sulfur powder to the bottom indicates the presence of bile salts. And this happens due to reduction in the طبعا هاي الصورة مو كلش واضحة، بالتجربة هم راح تكون أوضح لو تشوفونها، لكن شوفوا هذا هنا هذا يورين بي بايل سولت، وهذا يورين ما بي بايل سولت. فبحالة وجود البايل سولت احنا من ضفنا راح نشوف اكو rapid sinking ينزل sulfur powder بكثرة إلى أن يتجمع، هذا هو هنا هسه موجود بالقعر. بينما إذا أكو ماكو بايل سولت فاليون بي سيرفس تنشن السلفر باودر تبقى على السطح وما تنزل إلا إذا رجيناها أو أضفناها بشكل سريع، ذاك الوقت راح تخلط علينا. فالمهم تكون إضافتنا عن طريق السبرينكلينج يعني إضافة بطيئة وليس إضافة سريعة. نشوف التجربة بشكل عملي.
اوكي هسه راح نجي على التجربة الثانية. قلنا عادة يكون المترافق ويا البايل سولت والبلوبين او ما يدعى بالبايل بيجمنت. نفحص عنه باستخدام هايسون سبوت تيست. البرنسبل مالته بلوبين فيرست شود بي كونسنتريتد باي ادزوربشن وذ باريوم سولت. اذا نضيفت مادة بها باريوم سولت اللي هي الباريوم كلورايد حتى نسوي كونسنتريشن للبلوبين ونسوي له ادزوربشن على فلتر بيبر. The green color developed reflects the formation of oxidation product of bilirubin after addition of faucet reagent. إذا أول شيء نجيب اليورين اللي ببلوبين نضيف له باريوم سولت اللي هو الباريوم كلورايد راح يصير بي concentration نفلتره بفلتر بيبر حتى يصير بي adsorption على الفلتر بيبر. تعالي نضيف له faucet reagent. هذا الفاوست reagent إذا ضفناه راح يعطيني green color ويا البلوبين. التست بروسيجر وي تيك 5 مليلتر اوف يورين اد تو 83 مليلتر اوف باريوم كلورايد سوليوشن ميكس اند فلتر اوبن ذا فلتر بيبر اند افتر 10 سكند وي اد فوست ايجنت تو دروبس راح يطلع عندي جرين كلر انديكيت ذا بريزنس اوف بلوبين. شوفوا هذا هسه بوزيتيف تيست لان من ضايفين 2 دروبس اوف فوست ايجنت تطلع ان هذا الجرين كلر اهم شيء يكون جرين. بينما هذا نيجاتيف تيست هذا اللون الاصفر ما لكم علاقه به، هذا لون مال البايوم كلورايد ويا البلوبين وليس لون الفوسيت ايجنت، فهذا يكون بوزيتيف تيست وهذا يكون نيجاتيف تيست. نشوف التجربه بشكل عملي للتوضيح. Okay, sorry. So these ketone bodies including acetone, acetoacetate, and beta hydroxy butyric acid or beta hydroxy butyrate. اللي يتفاعل عندنا بالتجربة مالتنا هو الاسيتون. اسم الفحص هو روزيرا تيست. In alkaline medium, نحتاج alkaline medium, acetone reacts with saturated sodium nitroperoxide and ammonium sulfate. إذا راح نفاعل الاسيتون الموجود باليورين
ان الكلاين ميديوم ويا من ويا فد مزيج من الساتوريتد صوديوم نيتروبوسايد اند امونيوم سلفيت تو بروديوس بيرفنجنات رينك. من نسمع رينك نعرف بان اكو باضافتنا وحده على الاقل من مراحلها ماكو ميكسينج حتى يتكون عندنا رينك. التست بروسيجر وي تيك 3 مليلتر اوف يورين اد انف ميكستشر حتى يصير عندنا ساتوريتد Mix enough mixture of solid ammonium sulfate sodium nitroprusside mixture to saturate it completely and leave some solid undissolved. إذا نضيف إلى أن يصير عندنا saturation ويبقى قسم من هذا الباودر اللي ضفناه المكستشر غير ذائب. Then we add 2 milliliter of strong ammonia لكن الإضافة لازم تكون بطيئة وعلى الجدار. Development of permanganate colored ring indicate the presence of acetone bodies. احيانا يكون الريزلت واضحه من بعد الاضافه بشكل مباشر واحيانا نحتاج الى 10 دقائق sometimes about 10 minutes are needed or required to develop the color till the test should not be so till that the color the test should not be considered negative. اذا بعد ما ضفنا سوينا saturation وضفنا الامونيا السترونج امونيا slowly على الجدار ننتظر 10 دقائق حتى يلا نقول التيست نيجاتيف اذا ما طلعت لنا رينك. اوكي هسه نشوف التجربه بشكل عملي. هذا طبعا قبل نشوفها هذا هو البوزيتيف كلر. شوفوا هاي البرمنجنات رينك كلش واضحه هنا وهذا هنا يكون نيجاتيف.
اوكي الكيتون باديز، واثناء هاي الفتره انتهى ترسيب وتركيز بلوبين. بالنسبه لتجربه البلوبين هسه راح نشوف النتيجه. نفس الشيء بالنسبة لبوتين والبقية. Thank you for your listening and any question we are ready at any time.